ضبابية الهوية ليه؟ أنا عندي يقين تام في إن الله سبحانه وتعالى له الأمر والخلق، يقين تام إن أنا عبد لله سبحانه وتعالى وإن أنا مأمور، ألا له الحكم، الله سبحانه وتعالى هو الحكم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فربنا بيقول لي أمر حاضر، ده سمعا وطاعا يا رب، أي أمر الله سبحانه وتعالى بيقوله لي أنا تحت مظلة ربنا سبحانه وتعالى، فما بيبقاش فيه اضطراب في الهوية، إمتى يبقى فيه اضطراب في الهوية؟ لو أنا بسمع للآراء المخالفة اللي بتهدم أصلا هويتي وعقيدتي، أنا عندي طب أنا مش عارفة هو ده صح ولا أنا بقتنع بالكلام، يبقى أنا ناقص لي علم شرعي، ناقص لي إن أنا أتعلم عن الله، أعرف من هو الله، أعرف ما هو أسماء، ماذا فعل الله؟ الله عز وجل له فعل يعني ثابت ولا حكمة مطلقة ولا فعل الله خير مطلق ولا ممكن يشوب شائبة؟ عندي حسن ظن في الله وفي فعل الله وفي تقدير أوقات الله ليا ولا لا؟ لازم يبقى عندي مجموعة من العلم الشرعي، بقرأ قرآن ده أنا حافظ القرآن لكن ما أعرفش معانيه ولا أعرف تفسيره، فالأمر بيبقى صعب جدا، فضبابية الهوية باللي أنا بقوله لك ده، يقين تام وعقيدة تامة ثابتة وراسخة، أنت بقى ثبت الحاجات دي بأصول الإيمان الستة. يعني يثبت الله الذين آمنوا، الذين آمنوا من آمن بالله واليوم الآخر، يبقى الغيبيات، القدر خيره وشره، الإيمان بالكتب بالرسل، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبدا أبدا بتقولي عندي اهتزاز وكذا، أبدا والله ما تعلمي إن طول ما تمسكت بفرض الله علي بأوامر الله علي إلا وزيدك الله عز وجل قوة، طول ما تقول يا رب أنا في زمن الفتن، يا رب يا رب خويني، يا رب كذا، يا رب ثبتني على هذا الأمر، أنا بستعين بك. عبادة الاستعانة مش الدعاء ذات نفسه، أنا مجرد بستعين، أنا دلوقتي بتعبد إلى الله بالاستعانة فقط، فالله عز وجل يثبتك ويوفقك ويرشدك ويهديك للثبات طول ما أنا عاوزة، استحالة تقنعيني، طول ما قلبي يريد الله عز وجل ويريد الثبات على طريقه وربنا يضلك أبدا ولا يخذلك أبدا. فأنا هدعو لك وندعو كل اللي بيشاهدونا دلوقتي، يدعو للأخت روية أن ربنا يثبتها ويبقى عندك وضوح ويجعلك يا رب يا روية من الذين يعني يدافعون عن دين الله من الثابتين الواثقين، اللهم أمين.